عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي تلاميذ السادس الابتدائي، أهلا وسهلا بكم في حل أسئلة اللغة الإنجليزية، أسئلة نصف السنة 2022. راح أترك لكم في مربع الوصف نماذج لأسئلة أخرى من أسئلة امتحانات نصف السنة. اختارينا هاي الأسئلة لأن تقريبا أسئلة شاملة وأسئلة بها أفكار حلوة. عندنا أول شيء راح نقرأ القطعة answer all the question، يعني أجب على كل الأسئلة، ماكو ترك بالإنجليزي. أولا question 1 read the following passage and answer true or false for the sentences، يعني أقرأ القطعة التالية وأجب عبارة true يعني صح أو false خطأ للجمل لخمس من ما يأتي. choose 5 be nice to people online، يعني كن لطيفا أو جيدا مع الناس. be careful about what you share picture thoughts، يعني كن حذرا عند المشاركة الصور والأفكار. keep your personal information safe، يعني احفظ معلوماتك الشخصية بأمان. keep your password safe، احفظ الباسورد باسورد أمين الرمز السري. you should use letter capital letters numbers and symbols، يعني يجب أن تستخدم أن ينبغي عليك أن تكتب على الحروف الكبيرة وتستخدم الحروف والحروف الكبيرة عند الأرقام والرموز. never meet a person that you only know online، إطلاقا لا تلتقي بشخص على الأونلاين فقط تعرف عن الأونلاين. if you find something you don't like online، إذا وجدت شيئا غير مرغوب أو غير محبوب أو غير محبذ على الأونلاين على الإنترنت tell your parents، أخبر والديك or your teacher أو معلمك. it is a bad idea to put your phone number online، من الأفكار الغير جيدة وغير المحبذة أن تضع رقم تليفونك في الإنترنت. الآن نجاوب على الأسئلة. number 1 It is a good idea to put your phone number on online، يعني من الأفكار الجيدة أن نضع رقم تلفوننا في الإنترنت. الجواب false، الجواب false، لا ليست من الأفكار الجيدة. never meet a person that you only know online، إطلاقا لا تلتقي بأشخاص على النت فقط. يعني الجواب true، الجواب true، الجواب true. you should never keep your personal information safe، يعني اطلاقا لا تحفظ معلوماتك بامان. الجواب false، لا يجب ان تحفظها بامان. if you don't like something online tell your friend، اذا شفت شيء غير محبذ على الانترنت اخبر صديقك. الجواب false، لا اخبر والديك او اخبر teacher المعلم. be careful about what you share pictures thoughts، كن حذرا عند مشاركتك للصور والأفكار والمعلومات اللي عندك. الجواب true. وعندنا آخر شيء be nice to people online، كن جيدا أو لطيفا أو حسنا مع الناس. الجواب أيضا true. هاي بالنسبة لحل السؤال question 1. question 2 answer the following question with word yes or no، choose 5، يعني أجب عن الأسئلة الآتية بكلمة yes أو no، نعم أو لا. هذه الأسئلة هي موجودة ضمن قطع الكتاب. نجي أول وان، number one must leather comes from cows، الجواب نعم yes، أغلب الجلود تأتي من الأبقار. فرح is هان cousin، الجواب no، فرح هي بنت عم هان الصيني كلا. a surgeon is a doctor who does operation، الجراح هو دكتور يسوي العمليات أو يعمل العمليات. الجواب yes. chief is another word for a cook in restaurant، الشيف هو الكلمة الثانية لكلمة طباخ للذي يطبخ في المطاعم. الجواب yes. the first paper was made in China، أول ما اخترع الورق أو اكتشف الورق في الصين. الجواب no. dad doesn't want to buy laptop، أبي لا يريد أن يشتري لابتوب. الجواب نو. هاي يقصد القطعة مع الباسم اللي موجودة بكتاب النشاط. question 3 choose the correct answer، اختر الإجابة الصحيحة. عندنا number 1 they thought ourselves to cook،
شوفوا بين ما شفنا ذي ذي ايش تاخذ ذم سيلف، فالاختيار راح يصير ذم سيلف. ثانيا ذيس لو ذيس شيرز ار تو سمول، بما انه شفنا ار ار ايش تاخذ تاخذ ذيس ذيس تاخذ. الثالثه يو شود لو شودنت ايت سو ماتش كيك، اثنين هن ينبغي او لا ينبغي، هاي تعتمد على المعنى، يعني انت يجب ان لا ينبغي عليك ان تاكل كميات كثيره من الكيك. Shouldn't a housewife work only at home؟ هون تاخذ at، فنختار at. He has a broken arm، ذراعه مكسوره. He must should go to hospital، يجب عليه او ينبغي. هنا قلنا بالامراض دائما انت تختار يعني ينبغي او لا ينبغي، لان مو بامر، فاختار should. I often فراغ work لو I am working for many years. هنا شوفوا السادسة الخيار راح يكون إذا تقولون أنا غالبا أعمل لساعات طويلة، هذا شنو؟ هذا وقت عمل working، فوقت مو استمرار، ما يصير استمراري، فلازم اختار work. I often work for many hours. نجي على السؤال question 4 and swear the following. I تاخذ have، she تاخذ has. Thick thin، soft تاخذ hard. معاكسات. Tools تاخذ قطن cotton. Jeans تاخذ denim. زين يعني الكتان. tooth teeth، foot هذا الجمع جمع الشاذ فصير feet. I myself الضمائر الانعكاسية، شي شو يصير؟ يصير hair self. زين farm حقل farmer فلاح. دكت يعالج، يصير دكتور او اضيف. هذا بالنسبة لquestion 4. بالنسبة للquestion 5 match the following sentences، أكمل الجمل أربط الجمل التالية. أول وحدة how can I help you، how can I help you. how can I help you إيش أختار أنا؟ how can I help you كيف يمكن أن أساعدك؟ فإيش أسوي أنا؟ أباوع على ذن الخيارات، إذا ما عرفتهن أحول على الخيار الثاني وأجاوب، راح ألقى الحد ما ألقى الاختيار الصحيح. How can I help you؟ كيف يمكن أن أساعدك؟ أنا إيش عندي باعو؟ وحدة تحكي على المرض، الثانية yes please I am looking for address، فالخيار راح يكون B. yes please I am looking for address، نعم أنا أبحث عن فستان. What is the matter؟ ما الأمر؟ هذا يجي بالأمراض. What is the matter؟ I don't feel well، أنا لا أشعر، يعني شنو ما خطبك؟ أنا يعني مريض، لست على بصحة جيدة. How old is وسام؟ كم كان عمر وسام؟ He is 12. D. What are the shoes made of؟ ما الحذاء منين مصنوعة؟ مصنوعة من الجلد. هنا they are made leather. E. بقت الخامسة هي أكيد أكيد سي، بس إحنا راح نترجمها I feel dizzy، أنا أشعر بالغثيان بالدوار، فالجواب راح يكون سي. so you should lie down، يجب عليك أن تستلقي، فالجواب هو راح يكون سي. زين عندنا يقول السؤال الخامس rewrite the following sentences with correct pronunciation، يعني أعد كتابة الجملة التالية مستخدما التلقيط. ماي أول شيء نستخدم الأم كابيتال لأن بداية الجملة. نيم ما لنا علاقة بها، نيم إز هو مسوينا الاختصار. وسام الدبليو كابيتال لتر لأن اسم. وسام هنا كوما آي كابيتال لتر آي آم 12 وخلي نقطة، خلي نقطة. السؤال السادس choose either A or B، يعني اختر واحد A أو B.
اي رايت اباوت يور سيلف، تحدث عن نفسك، وبي رايت ان ايميل تو يور فريند. احنا حليناهن، راح نعطيكم حل الاثنين. نجي بالبدايه على اختار my name is احمد. I am Iraqi. I'm 12. I live with mom and dad in Baghdad. My dad is a doctor. He works in a hospital. My mom is a housewife. My sister and I go to school by bus. When I grew up, I went to be a doctor. هذا بالنسبة لإنشاء الأول. انترجمة يعني يتحدث عن نفسه. اسمي أحمد، أنا عراقي، عمري 12 سنة، أعيش مع أمي وأبي في بغداد. أبي هو طبيب يعمل في المستشفى، أمي هي ربة بيت، أختي وأنا نذهب إلى المدرسة بالباص. عندما أكبر أريد أن أصبح طبيبا. هذا بالنسبة للإنشاء الأول. بالنسبة للإيميل، الإنشاء الثاني يقول علي، أو نكتب هنا علي أو أي اسم underscore هذه iraq@gmail.com. هاي علي، how are you؟ هلو علي، كيف حالك؟ My brother said you had a cold yesterday. أخي قال لي إنك كنت مريض، مصاب بنزلة برد البارحة. Yes, should go to the doctor. يجب عليك أو ينبغي عليك الذهاب إلى الطبيب. Did you go to school؟ هل سوف تذهب إلى المدرسة؟ At school we learn، نحن في المدرسة تعلمنا about using internet، عن استخدام الانترنت. It is easy، إنه سهل. Tomorrow we have an exam، غدا عندنا امتحان. Best wishes أحمد، بعد أطيب تمنياتي أحمد. أخوان، بالمناسبة إلى القطعة هذه يجب أن يكون بها شيء عن الانترنت. الإيميل يجب بي أن يكون عن الانترنت، والإنشاء اللي تكتبوه عن نفسك يجب أن يكون بها شيء عن الوظائف. ليش؟ لأن الوحدة الأولى تحكي عن الوظائف، يجب أن من أكتب إنشاء، حتى لو أكتب إنشاء خارج من عندي، يجب أن أخلي بي أحد الوظائف وين يعمل، وهنا يجب أن أخلي بي درس الانترنت. لهنا درسنا انتهى. شكرا جزيلا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.